كتابة القصة موهبة. وتقول لك الدكتور يوسف لا لا إدريس لا موهبة، عظيم. قصة قصة كل واحد لكن متاح له هكتب دراما لازم الأدب. أبقى عارف أنا يا بعمل أستاذ إيه. يوسف هناك فرق كبير جدا، ولازم الناس تعرف ده، أن هناك فرق كبير جدا ما بين الأدب والدراما. صح. الدراما جنس مختلف تماما عن جنس الأدب. الأدب كرواية كقصة كشعر يعتمد بالدرجة الأولى على الموهبة. أنت موهوب تكتب شعرا، أنت موهوب تكتب قصة، أنت موهوب تكتب رواية، ده موهبة. شوف الكاتب الذكي يلحق المذيع اللي هو ايه، ما تخش الشمال بقول لك لا دراما لا مش كتابة أدبية. الدراما علم، علم يدرس في جامعات العالم، في أكاديميات في العالم، علم حياة يعني زي كده الرياضة وزي العلوم زي أي حاجة زي لازم فيها الفيزياء. التخصص. كب ألف كتاب اتنين تلاتة ألف. كب كب أيوه. اتنين ألف زائد كذا تؤدي إلى كذا، هي علم، علم يدرس لأنه بيلعب في أدمغة البشر. في الحقيقة أنت تغير مجتمعات من خلال مسلسل، من خلال فيلم، مش مسلسل واحد اللي هيغير، لكن مجموعة التراكم، تراكم التراكم هو اللي هيؤدي إلى التغيير.